الليكتشرز دي بتتسجل بشكل اوتوماتيك فيديوهات، وانا هحطها على يوتيوب شانل علشان الناس كلها تقدر تعمل لها اكسس يعني. بس هي المشكلة انه انا بقول بس لاي حد بيعمل اكسس لو ما كانش معنا في من الاول في الكورس، كورس مش مؤهل انه هو يتاخد من على اليوتيوب وكده، ده تكملة لكورس كان بيتاخد في الكلية يعني او في الجامعة. فهتلاقوا الفيديوهات نوعا ما ممكن تكون طويلة مش قصيرة، ومش فوكس دي يعني، مش مترتبة يعني بشكل او مش اورجانيز بشكل زي الاونلاين كورسز يعني. طيب النهاردة انا هعمل شيرين كده للسكرين عشان تبدأوا تشوفوا الشغل اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. عايز ديسكتوب 1 شير كده. الناس شايفه السكرين عندي؟ لا تمام. تمام شايفه. تمام كويسين جدا. تمام طيب حد فيكم يا شباب عمل داونلود للبرزنتيشن دي وبص عليها قبل ما نبدأ؟ كم واحد كده؟ أنا عن نفسي لا يا باشمهندس. طيب خلاص. هو طبعا البرزنتيشن اللي أنا هعرضها عليكم دلوقتي غير البرزنتيشن اللي أنا عملت لها أبلود على أكادوكس. بس اللي انا عملت لها ابلود على اكادوكس كان اكتر حاجه هي مجرد ليستنج للتوبكس اللي المفروض نعمل لها هاندلنج يعني في المحاضرات او في 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 في, في مجموعه المحاضرات اللي تخص الكلين كودينج. بالنسبه للكلين كودينج اول حاجه بقى هنبدا نتكلم عليها النهارده يعني ايه كلين كود. الاول كلين كود ههتم طبعا كلين كود، لو بصينا الريفرنس بتاعنا هنا الكتاب الشهير بتاع كلين كود اللي هو بتاع روبرت مورتن او انكل بوب. الكتاب ده الحقيقه يعني بيتاكل توبكس كتير جدا في الكلين كود وكلها مهمه، وانا شايف انه قرايته بشكل عام حلوه لاي ديفلوبر يعني. اي ديفلوبر انا في رايي الشخصي محتاج يقرا الكتاب ده. انا هتكلم على مينلي في المحاضرات او في مجموعة المحاضرات على اربعة توبكس خلاص. يعني ايه meaningful code؟ وده هتبقى introduction صغيرة خالص خفيفة هنشوفها دلوقتي. عن الميثودز او الفانكشنز وازاي نكتب clean functions، وبعدين الكلاسز، وبعدين توبك كده تاني اخير جدا ظريف جدا ان شاء الله هنعمله tackling برضو اسمه Objects versus Data Structure، هو مسميه كده في الشابتر. وهنشوف طبيعته ايه لما هنجيله ان شاء الله. محاضرة النهاردة بالذات مركزة على اول two topics، وبعد كده ان شاء الله المحاضرة اللي هي بتاعت يوم الاربع هركز على التو topics الاخرانيين. فهتلاقوا البرزنتيشن بيحصل لها update كل شوية اللي هي على اكاتوكس دي، تمام؟ بشيلها وبحط واحدة more updated زي النهاردة كده عشان في تفاصيل اكتر. طيب الكلين كود، حد يقدر يقول لي بشكل كده رفلي الكود ده بيعمل ايه اللي انا عارضه دلوقتي؟ اديكم كده 30 ثانيه تفكروا تقروا. حد يحاول يقول لي ده بيعمل ايه؟ بيجيت كل الاليمنت اللي بيصور بعمل قلب الليست بيحطهم في ليسته. ليه؟ مش عارف ليه. ما هي دي النقطة، هو ده اللي أنا قصدته. أنت شايف كود يعني بيتريت على لستة وبياخد منها شوية إليمنتس يحطها في لستة تانية، ماشي. طب ليه يعني؟ هي دي اللقطة يعني، إن أنت لما بتكتب كود لو الكود ده ما كانش meaningful، ما كانش بيعبر عن طبيعة الفانكشن اللي انت بتكتبها، ممكن لو جيت ترجع له بعد شوية
انت نفسك لو انت حتى اللي كاتبه جاي ترجع له بعد شويه انت ممكن ما تبقاش فاهم ده ايه، ما بالك بقى لو انت باصص على كود حتى تاني كاتبه. فدي نقطه. طبعا السلايد اللي بعديها على طول نفس البلوك كده بس مكتوب بطريقه تانية. بصوا بقى عايزكم تقروا البلوك كده تاني تمام، وحد يقول لي بيعمل ايه. هي دي عباره عن جيم بورد، فبيبقى فيه فلاجد سيلز، يعني جيم بورد اللي عامله زي الماينس ويفر دي اللي هي بتاعت المتفجرات. تمام. ف جيت فلاجد سيلز دي هو بيخش يتريت على الجيم بورد، بيتريت على الجيم بورد على كل سيل ويشوف السيلز فاليو بتاعتها، لو اللي هي فلاجد بيضيفها في السيل، بيضيفها في الليسته اللي هي بتاعت الفلاجد سيلز بالظبط، ويرجع الفلاج سيلز دي علشان هو محتاج الفلاج سيلز. وبالتالي دي فانكشن مفهوم هي مكتوبه ليه كده، يعني انا عرفت دلوقتي ايه الليستة اللي داخل بيضوي بيتريت عليها وبياخد منها ايه، بيحطها في لسته تانية ليه، صح كده؟ اقدر امنتين الكود ده ولا ما اقدرش؟ اقدر ابقى فاهمه، ولو اتطلب مني فيه اي تشينج اقدر اعمله ولا لا؟ مين اللي اقدر؟ لانه الكود بيريفيل الانتنت بتاعته او زي ما بيقولوا كده ايه، شارح نفسه. تمام. فنقطه مهمه جدا وانا بكتب الكود انه يبقى شارح نفسه، كانك بتكتب بالظبط مقاله لحد تاني يقراها. فلما تجيب الحد التاني ده ويجي يقرا المقاله وما فهمهاش يبقى انت الغرض من المقاله مش هيوصل. تمام. فانت الكود دايما بتعتبر نفسك انك بتكتبه لحد تاني غيرك، مش لنفسك، مش انت اللي هتقرا الكود ده بعدين. ايفن انت لو هتقرا الكود بعدين انا متخيل يعني الناس برضو مش هتبقى عندها القدره انها تفتكر الفورمات الاولاني. طيب فده اول معنى سيمبل كده بنشوفه لفكره الكلين كود. كلين كود يعني كود بعرف لما بكتبه اقدر اقراه بعد كده وافهمه، واقدر كمان غيري لما يجي يبص عليه يقراه ويفهمه ويعرف ده بيعمل ايه. سيمبلي كده ده الكلين كود. طيب